مثلا عندنا ناس كثيره هناك وباسم مرسي وعمرو ورده وكوكا وكوكا كمان فانا شايف في ناس كلها ما فيش حد بيلعب بس أساسية اللي عمرو ورده هو اللي بينزل على فترات معينه والفتره اللي فاتت برضه كان عنده بعض المشاكل عنده برضك المشاكل زي ما احنا موجودين بس هو الوحيد جيل اللي هو لو جينا نتكلم من احسن ال... من احسن الفترات حظه قوي مع المنتخب المصري يعني يعني اللعبه اللي بيعملها في الدوري التركي تحديدا في هذا التوقيت م. بيخش ويقطع جوه ويحطها في البعيده عملها مرتين ثلاثه مع المنتخب المصري بس ما كانش فيه توفيق انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ايهاب شخصية شخصيتي قناعاتي الشخصيه اهم لعيب منتخب مصر محمد صلاح تريزيجيه اللعيب ما تلاقيش حد عنده السرعه والقوه والارتداد ينقلك من المحطه الدفاعيه للحته الهجوميه في اقل ثواني في, في اقل ثواني يعني لو مسكنا ستوب ووتش وحسبنا تريزيجيه خد الكوره وراح امتى هتلاقي تريزيجيه أسرع واحد في الفرقة كلها مم. يعني أنت حتى في كل المطوشة اللي عندك معاربة شوية وفيها مشاكل تريزيجيه بينزل يجيب لك ضربة جزاء في الآخر ينزل لك ضربة جزاء كل فاكر هدف محمد صلاح لكن مين اللي جاب ضربة الجزاء؟ ده هو تريزيجيه واللي قبل كده اللقاء اللي قبل كده بره برك اللي جاب لك ضربة الجزاء تريزيجيه هو كل شغله و وبيخش هو بس أنا أتمنى من تريزيجيه اللي هو يا ريت يكون سمعنا اللي هو لازم يدور على وكيل أعمال قوي مم. <تسجي> لو عنده تسويق كويس احنا مثلا لما كنت انا في اوروبا مثلا كنت واخد احسن لعيب في الدوري الفرنسي في نقطه كويسه قوي ما أوي. انا بقول انا كنت واخد احسن لعيب في الدوري الفرنسي بس ما كانش عندي الاجن الاجن بتاعي كان ما كانش كويس يعني كان 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 طبيعي كان ما كانش اللي هو عادي عادي. انت عادي في مرحله انت عادي وانا محمد صلاح تفوق فيها على نفسه لما ابتدى ينقل لمدارس معانا ومعاه وكيل بس كده انت لازم يكون وكيل الاعمال بتاعك لتريزيجيه لازم يكون قوي جدا مم. يقدر يحركك بشكل كويس احنا مثلا كنا بنتعامل مع مثلا حد مصري او حد عربي الموضوع بيبقى صعب جدا المصري والعربي ما بيتحركوش بسهوله عنده ليمت بس اما مثلا اتعامل مع حد افريقي او حد اوروبي عايش بره بيقدر مم. يعمل لك سبورت كويس بيقدر يحركك بشكل كويس بيعمل لك يحرك معاك الميديا يحرك معاك الدنيا بس كلها بس فانا بكلم ان تريزيجيه لازم في الوقت اللي هو فيه دوت بقاله من السنه اللي فاتت لازم يتحرك مم. شايف ان هو يستحق مكان افضل بكتير انا تريزيجيه انا شايف تريزيجيه السنه دي كان على الاقل حاجه لازم يلعب في الدوري الالماني تريزيجيه لو لعب في الدوري الالماني او الدوري الفرنسي هتلاقي الدنيا مختلفه عنده المساحات بيقدر يلعب بشكل كويس الدوري الالماني زي ما انت بتشوف عنصر القوه قويه جدا بس اللياقه البدنيه بتاعه ريزيجيه والسرعه بتاعته تعمل معاه مع فرق كبير جدا نفس بصراحة الكلام قد في فرنسا. يلعب في اي دوري من الدوريات الكبيره يفرق بشكل كبير قوي تاني حاجه هيتطور الدوري التركي برضه مش طو... مش مش دوري ضعيف يعني بصراحه مش ضعيف بس آه. مش مش اللي هو لكن مش في ليفل اللي هو آه. اللي احنا بنتكلم فيه آه. في لكن في متشاف كويس بتشوف كويس كمثلا بعدي لعيب عايز عايز اخليه يمشي مستوى كويس فانا شايف تريزيجيه لو لو داس على نفسه شويه كويس هو هو الراجل ماشي بمستوى هايل بس انت عندك وانت جوه الملعب والذهاب انت عايز اللي بره بقى اللي بره هو ده اللي حركك ما ينفعش بقى انا جوه الملعب الف يعني انا كنت مية في 100% جوه الملعب بره الملعب كانت في 40% فلازم التسويقيه لازم تبقى اقوى من كده اجيب لك عرض اول وثلاثة دي ما هي النقطة لازم لو لو فضلت مثلا تريزيجيه بيجيب جونين كل ماتش ثلاث اجوان ما حدش يسمع عنه بره الملعب وشيتنين مش هيتحرك خطوة من اوروبا مم. لازم يكون عنده عنده راجل وكيل الأعمال لازم يكون قوي جدا يقدر يحركه بشكل كويس يغيره لازم يغيره واروح هنا وادور هنا لازم اتعامل مع كذا واحد ما ينفعش امضي عقد زي كده هو ويفضل يفضل لي العقد في ال... عنده في الخزنة وأول لما يجي لي النادي يقول لي أنا أنت فين؟ مم. لازم هو أنت شايف تريزيجيه محافظ على مستواه بيأدي بشكل كويس شايف ان هو يستحق ان يكون موجود في حته اعلى من كده ورسالتك ليه واضحه جدا اكيد تريزيجيه بالمقاومات دي بالـ بالـ بالاداء اللي بيأديه دوت تريزيجيه بيكون احسن من من احسن الدورات اللي لازم, مج... لازم يكون موجود بس ما يطلعش انجلترا على طول لو قالوا انجلترا ما يطلعش على طول لازم الاول ياخد الاول تركيا برضه نقول الاحتراف وكل حاجه بس مش زي الدوريات القويه مش يعني يطلع مثلا المانيا فرنسا بلجيكا الحاجات دي لو قدر يطلع فيها بشكل كويس هيبقى مميز جدا عشان زي ما انت شفت هو مثلا كان لسه اول محطه من مصر بتبقى بالزبط. صعبه جدا بالظبط تطلع لنادي قوي جدا حتى في واحد. البدايه كان عنده بعض المشاكل اللغه في التعايش والتعامل مع الجمهور والاشارات وطبعا آه. اللعيبه يعني انت بتلعب نادي كبير زي اهلي هناك آه اندرلخت نادي كبير حزاري لما تعامل مع الجمهور انت مش فاهم الاشارات والكلام و... يعني بعض تاني المشاكل. حاجه انت ل... المكان مكانك لو انت لعبت ماتشين وحش هيجي واحد يركب مكانك مش تنزل تاني فاش دارد خلاص هناك عشان كده ما بقول لك فهو لازم يتحرك لازم لازم من دلوقتي يبتدي يخطط انا عايز اروح فين اكيد يعني تريزيجيه من المميزه جدا دايما حاطط نفسه في مكان كويس جدا لكن انا اعرف تريزيجيه كويس الطيبه اللي فيه يعني طيب لدرجه يعني مهما وصف لك وانت طبعا عارفه طيب قوي فبالتالي ممكن يكون عنده حركة في الحته اللي انت تقول له غير ايجنت او او لكن الاحتراف لازم يكون قلبك ميت احتراف لازم يكون قلبك ميت تاني حاجه لازم تاخد قرار اللي بص اللي بيفرق لعيب عن لعيب قرار لو جينا نتكلم استاذ محمد صلاح نموذج قدامنا محمد صلاح محمد مم. صلاح اللي خلاه مثلا يمشي من فورنتينا وهو قوي جدا كده ويروح روما قرار اللي انا خلاص وصلت لهنا مثلا للتوب ليفل وصلت له مشكله مع نادي وعقد فيه مشكله وخلاص خلاص, انا شايف مش هقدر اعمل من كده آه. ولا انا مثلا من مع روما ايجنت في قوي ما فيش عقوبه توقع عليه ده اللي خد قرارك تاني حاجه هو ده اللي حركني بس انا مش هتحرك الا لما اكون انا الايجنت بتاعي قوي اللي هو مم. يقدر يجيب لي واحد واثنين وثلاثه واربعه مثلا راح روما حد يقدر يسيب روما بتوتي وايطاليا وإ وناس كلها في روما عايز اي حاجه بيعملها له عشان اروح دوري تاني اروح دوري تاني و... 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 يعني ابتدي اكتشف من اول جديد هو قرار قرار لازم يتحرك لو فضل هو طيب تريزيجيه احنا عارفين انه هو انسان كويس بس لازم اتحرك عشان انا دي يعني في الاول والاخر م. انت تتحاسب هتحط نفسك فين لازم تبقى في ليفل اعلى من كده بكتير. الوقت معاك بيعدي سريع